متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. المغنية والممثلة مؤخرا في مسلسل عربي سهيلة بلشاب تبرز جمالها بالبلوزة الوهرانية، والمكان تغيز في صحراء الجزائر، وبتسريحة شعر جميلة ومكياج خفيف تبتسم للجمال، والجمال بدوره سعيد بلقاء سهيلة لأنها تساهم في تعريف جمهورها العربي بالملابس التقليدية. ولكل من يسأل عن هذا التصميم فهو للمصممة محاسن حرز الله. نومي ديال رجل باللون الأشقر وفستان جميل ستكون مقدمة برنامج تلفزيوني في قناة خاصة، وسيكون اسم هذا البرنامج Why Not. واخترت أن يكون أولى ضيوفها كل من مراد أودية وأرقم ووليد، وسيكون عبد الله الكرد أيضا في قائمة ضيوفها. الممثل الجزائري عبد القادر جيريو يشوق متابعيه لعرض بعض الكواليس من مسلسل بابور. بونجور ادمي، فوالا مازلنا في التورناج اونكور. الله يبياض. كاتو ديو ماتا 4 تاع الصباح. السلام عليكم، هذا كملنا التورناج هنا في سيرفيس تاع الوقت. هيا. المغنية والإعلامية منال غربي تلقي التحية على متابعيها من خلال هذه الصورة في جلسة أخوية مايا رجيل، سهام شاهينة زيونسي وعدة شخصيات أخرى يلتقون بعد دعوتهم من طرف إحدى الفنادق الخاصة. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.